और हमारे इस मस्जिद के इमाम कारी हसीबुर रहमान साहब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अब इदारा हजा के तालिब इल्म तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं हाफिज अब्दुल्ला फारूक। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا الحمد لله الذي وهبني على القبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكما قبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي